صاحب القميص رقم 7 نجم من نجوم الدراويش. تغيير اللعب من اليمين للشمال، بهاء مجدي خدها ودخل جوه، فرصه لنادي الاسماعيلي، حلوه، جول جول بهاء مجدي لشكري نجيب للشبكه على طول، هدف اول في هذا اللقاء في الدقيقه 9. شكري نجيب واحد من الاهداف الجميله، في تغيير لعب، في عرضيات، في لعب عكس اتجاه المدافعين، في فينش ولا اروع من شكري نجيب في الشباك، هدف اول على يمين احمد عادل عبد المنعم. بص الكره القطريه بالمقاس يا حبيبي، بالمقاس، ما يلحقهاش عاصم سعيد، اللي يلحقها بهاء مجدي، عمل اسيست لاول هدف للاسماعيلي في الدوري لكالديرون امام الاتحاد السكندري، انما المره دي امام